عسلامة ومرحبا بكم. جولة جديدة وفيديو جديد. اليوم اخترت اني نصور لكم محل بالبرشا بدبي اسمه جيت بسعر المستودع، هو اسمه هكا حبايبي. المحل فيه برشا حاجات حلوين ومزيانين، تلقوا المواعين وتلقوا مواد التنظيف وتلقوا المأكولات وتلقوا الملابس والإلكترونيات وكل شيء. فما حاجات رخيصة برشا بالحق مقارنة بالمحلات اللي برا، فما حاجات عادية لا هي غالية ولا هي رخيصة. بليز طلب حبايبي اللي تابعوا فيا من أول فيديو لحد التو، عندهم سنتين وهم متابعيني، والناس جدد يعيشكم، بليز أعملوا لايك للفيديو وأعملوا شير، بارتاجيوا الفيديوهات اللي تتفرجوا عليهم، خلينا نتعرف أكثر، وتعبي ما يمشيش خسارة. تصوروا سنتين وأنا نصور باش وصلت 1000 مشترك، فمدة طويلة برشا والاشتراكات ضعيفة برشا. يعيشكم يعني أبسط الحاجات، تعاونوني بالبرتاجي، تبرتاجيو وتعملوا لايك وبالطبيعة تعملوا شير. يعيشكم وكملوا الفيديو للآخر، صدقوني برشا حاجات حلوين ومزيانين باش تعجبكم. شوفوا لهنا حاطين الإبريق أو البريد متاع الشاي اللي هو معناتها حسيته القديم برشا وكلاسيكي وحلو برشا، وبرشا ناس يلوشوا على الموديلات هذوما، حلوين برشا. شوفوا وحتى من السعر ماهوش اللي معناتها غالي اوفر ولا ها. شوفوا ما شاء الله، فما كبير وفما صغير وفما متوسط، وتنقول لكم على الاسعار. شوفوا مثلا، شوفوا هدايا، هدايا ب 45 درهم هدايا، اوكي. فما اكثر من معناتها شكل بالنسبه لل معناتها الالوان، فما هدايا وفما هدايا وفما هدايا. باهي ننزلوا تحت نشوفوا تحت. باهي شوفوا هدايا، شوفوا هدايا ب 30 درهم، هدايا صغيره 30 درهم. شوفوا محلاه الناس اللي تحب الحاجات الكلاسيكي القديمه، معناتها انا هكا حسيتهم قدم كلاسيكي وحلوين برشا، وانا من الناس اللي يحب القديم والكلاسيكي. باه وهذايا قديش نشوفوه؟ باه هذايا 34 درهم، هذايا هذايا 34 درهم. باه شوفوا هذايا، شوفوا زاد هذا محلاه ياسر حلو. باه باه نقول لكم توا السعر، السعر 27 درهم. والله الاسعار عاديه معناتها ما هيش اللي غاليه برشا. باه شوفوا محلاهم ياسر حلوين، هذايا كبير، هذايا قولكم قداش السعر لحظه. باه 42 درهم، هذايا 42 درهم. باه فما عندهم برشا حاجات حلوين. باه شوفوا لهنايا مثلا، لهنا حاطين الززوات نتاع القهوه هذوما. باه فما برشا انواع واشكال. شوفوا والناس اللي تحب النحاس موجود عندهم. شوفوا باه شوفوا هذيا مثلا، هذيا 32 درهم وهذيا 27 درهم. باه فما الصغار، فما الصغار. باه شوفوا هذيا، هذيا صغيرة 21 درهم. باه بالنسبة لهذوما، هذوما ب 10 درهم، هذيا ب 12. فما هذوما مانيش عارفة شنو يسميوهم، يعني يكسرونا احنا نقولوا، ب 18 درهم. فما هذيا كبيرة يعني غريبة، يعني هذيا المفروض الصغيرة ب 18 وهذيا اللي أكبر ب 16 و 50 درهم. لا علينا. فما هذيا، هذيا شوفوا فيه هذي ب 14 و 50 فلس. هذيا هذيا كبيرة، هذيا ب 18 و 50 فلس. نشوفوا هذوما قداش، هذيا ب 21 درهم وهذيا لحظة نقول لكم قداش. مش باين السعر، مش باين سعرها. لا علينا. فما هذيا هاهي ب 15 درهم و90 فلس،
حسيلو شوفوا عندهم برشا 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 حاجات بالنسبة للطناجر والكسرونات والطاسات. حسيلو ده شوفوا هدايا هدايا مانيش عارفة شو يعملوا عليها. نصور مثلا والله ماني عارفة عنده استعماله لكن مانيش عارفة شنو بالضبط. سعره 18 درهم. شوفوا هذايا هذايا بثمانية درهم. هذايا هذايا ماركة برستيج بتسعة وخمسين درهم. شوفوا هذايا هذايا 89 درهم. هما هذوما زاد حلوين برشا هذوما على الفرطة. شوفوا هذايا 109 عاملين عليها عرض هاوكا. وفما هذايا بأربعة وتسعين أربعة وتسعين باهي. وهذايا هذا بأربعة وسبعين هذايا باهي. هذايا 79 هذايا هذايا 42 درهم. هذايا 55 درهم. هذوما لي ترموس هذوما لهنا حاطينهم. فما هذايا بقداش به بأربعة وثمانين درهم. وهذايا الدوري الذهبي هذايا بأربعة وتسعين. حسيلو شوفوا زاد هذوما ياسر 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 حلوين نقصوا. شوفوا محلاهم انا يعجبوني برشا زاد هذوما ياسر حلوين. شوفوا محلاه سعره يظهر لي به مش محطوط سعره لكن هذايا اصغر منه شويه بتسعة وثلاثين هذا به. ثم هذوما هذوما انا ما قلت لكمش اسعارهما به. شوفوا هذوما بتسعة وستين ياسر حلو تسعة وستين درهم. تسعة وستين نفس السعر هذوما. شوفوا شوفوا محلاهم زينو حلو برشا الناس اللي تحب الحاجات هذي باهي. باهي فما حاجات تحت زادا حلوين برشا عجبوني. شوفوا 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 محلاهم شوفوا مزيانهم شوفوا شوفوا محلاهم شوفوا باهي. أقولكم على سعرهم 55 درهم. المحل ما شاء الله كبير وفيه برشا حاجات كما قلت لكم. والبارتي هذية تلقاو فيها مثلا ليكوكوت والمواعين وتلقاو فيها الفناجين وبرشا برشا حاجات. شوفوا مثلا لهنا ليكوكوت او طناجر الضغط اسعار مختلفة متفاوتة وعاملين عليهم عروض كما هذية 159. فما اللي اقل او اصغر في الحجم 125. فما اسعار مختلفة فما اللي 120 حسيلو. وعاملين بالحق العرض قوي 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 ممتاز. هذوما إينوكس معناتها كما قاعدين نشوفوا فما اللي بتسعين فما اللي بمية وخمسة فما اللي بمية وعشرين. يعتبروا مش غاليين برشا وسعرهم معقول لأنهم يتباعوا أغلى من هكا. بتبيع على حسب الحجم يكون السعر. هذه اللي قدامكم 120 درهم عاملين عليها زادة عرض كما قاعدين تشوفوا. بالحق المحل فيه حاجات حلوين ومزيانين ورخاص. مش على كل شيء كما قلت لكم فما حاجات رخيصة برشا وسعرها فيها فما حاجات عادية مش غالية عادية تعتبر. لهنا يا البارتي هذه حاطين فيها الصحون وفما الفناجين او الهدومة متاع القهوة الاثناش او سوري الستة باثناشر درهم. اكثر من شكل واكثر من لون. فما اللي دوغي او الرسمة ذهبية عليه فما اللي ترانسبارون وعليه رسمة دوري. حاسيلو تلقاو ما تختاروا. وبالحق حلو مزيان المحل وفيه برشا حاجات مزيانين وحلوين وعلى طابقين. ويقفل الساعة 2 بالليل يفتح 9 او 10 9 اعتقد ويقفل 2 بالليل. يعني الناس اللي ما تنجمش تمشي تنجم في اخر وقت تروح تجيب حاجاتها وتروح. كما قاعدين نشوفوا هدايا اللي قدامكم على 12 درهم الستة.
شوفوا هدايا مزين ومحلاه، عندهم الحاجات القديمة والكلاسيكية دوما عندها قدوم حسيتهم به. شوفوا السعر قديش، هدايا 8 درهم و90 فلس هدايا به، وهدايا اللي بجنبه به 8 درهم و90 فلس نفس السعر به. شوفوا هذا ده نفس السعر زاد هدايا 8 درهم و90 فلس. شوفوا اللي تحت هذوما، شوفوا هذا هدايا سعره 24 درهم هدايا الأخضر هدايا. شوفوا لهنايا حاطين الفناجين، زاد الفناجين عندهم برشا حاجات حلوين ومزيانين. شوفوا نوريكم اللي من فوق هذوما، هما اللي فوق زاد على الجنب هذوك مع الشمال فيهم قلوب حلوين برشا به. شوفوا به، خلينا نقول لكم على الاسعار معناتها قديش. فما اللي الفوق هذوك من 9 درهم الحبه ولا حبة. والله ماني عارف حاسي نشوف به يظهر لي الحبه 9 درهم. شوف به فما شكل اخر زاد غير شويه به. شوفوا هذوما، شوفوا هذا مانيش عارفه قدام الحبه هذوم 12 درهم الحبة واحدة، الحبة واحدة والله ماني عارفة به، حتى مش مبينين برا به، نحاول باش نفهم قداش من قطعة. يظهر لي واحدة قطعة واحدة به. شوفوا هذوما، هذوما 21 درهم هذوما قطعتين زوز مع بعضهم به. هذو ما تشوفوا فيهم 9 درهم بيه. شوفوا هذو ما محلاهم زادة صحاف معاهم الستند نتاعهم هذايا ب15 درهم بيه. وهذايا زادة ب15 درهم هذايا بيه. شوفوا هذو ما انا هذو يعجبوني برشا 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 اسمشن هذا ياسر حلوين. شوفوا الاربعة ب18 درهم اهو بيه. وهذايا شنو ما هذا، هذوما فناجل زاد كيما هذوما ولكن ارخص معناتها ب14.90 فلس. هذوما احنا شفناهم 15.90 فلس به، وهذوما هما نفسهم يظلوا اي هما نفسهم به. خلونا نشوفوا حاجات اخرين به. شوفوا لهنايا به، لهنايا حاطين هذوما به، هذوما من السعر مش باين السعر به لا علينا. وهذايا هذايا زيدا مش باين باين عليه السعر به. شوفوا هذايا، هذايا هكايا معناتها الأربعة قطعتين هما مش أنا صخايب هذا هكا زوز به قطعتين هكايا، والستاند نتاعهم هذايا ب14 درهم كيما اللي تشوفوا فيها هنا في الصوره هذايا هاكا به. فما هذوما الثلاثه ب8 درهم و50 فلس به. شوفوا هذوما، هذوما السته ب9 درهم و90 فلس به. اللسحنه هذوما شوفوا محلاهم مزيانهم به تسعه سوري قداش هذا نتاع شنو؟ الستة معناتها 6 قطع ب60 درهم به. به نشوفوا اللي تحت هذوما، شوفوا هذا هاكم شوفوا محلاهم الستة ب10 درهم و90 فلس به. به نشوفوا اللي لهنايا هذوما، هذايا الطبق ب10 درهم و90 فلس هاكا به. شوفوا هذايا به، هذايا مش حاطين عليه السعر قداش، ولكن هذايا
16 درهم، ب 16 درهم ده. مانيش عارفه هذا شنو السعر، هذا ما نتصورش به. نشوف هذايا القلب هذايا اللي تحت ب 20 درهم، وهذايا 21. شوفوا مزيانهم، هذا ياسر حلوين ومزيانين، شوفوا محلاهم، لكن السعر مش باين. شوفوا هذايا محلاه، شوفوا ب 39 درهم. شوفوا لهنايا حاطين اللسحنة او البلام تاع الصغيرات، شوفوا عندهم برشا اشكال حلوين. شوفوا مثلا هدايا، شوفوا هذا قديش، مش محطوط عليه السعر به. شوفوا هدايا، هذا 29 تاع شنو مانيش عارفة، لا علينا به. شوفوا هدايا، هدايا حلو برشا زادا، سعره 34 درهم. ثم هذايا زادا، هذا 25. ثم الشكل هذايا، ثم شكل الشوق هذاك. نشوفوا هذايا، هذايا ب 19 درهم. شوفوا هذايا 27، هذا 21 حاطين عليه سعره باهي. وفما هذايا ب 27، شوفوا محلاه. فما زاد هذا حلو برشا، شوفوا محلاه. باهي نحاول نلقى لكم السعر، باهي سعره 21 درهم. فما الصغيرات هذوما، الصحاف هذوما الصغيرين ب 10 درهم. هذوما 10 درهم و50 فلس. شوفوا هذوما، هذو ب 14 درهم. هذوما الكؤوس هذوما، شوفوا محلاهم ب 10 درهم. فما هذوما زاد اللي تحت، هذوما شوفوا ب 8 درهم اهو.